لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. والله يا ابو عامر ما حصلنا لها زبون لهالحين. في شارع الخزان قابلت لي انسان فيه الحلا الوان سبحاني من صور في شارع. ابو زيد هل اشوفه بالطبيعه ولا بالتلفزيون؟ يا والله في الطبيعه، في الطبيعه. مساء الخير. موسى الفل يا مرحبا. سمي عامر تدللي تفضلي. تسلم كلك دوق، ما عرفتني. معات ابو زيد محسوبت. وانا ابو عامر تشرفنا وياك. ايه 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 من يبعد. سمي اريد لي شقه صغيره حلوه مرتبه اذا عندك. شلون ما عندي؟ عندي 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 شقق، مو بشقه. مشي يلا مشي. ها وين بتروح انت يا ابن الحلال؟ انا بوريها شقه وارجع. خليك في المكتب خليك. ام عاصي رجلي على رجلك. هذه عاد اتحدى تسلقين بها عين. ما ناقصها الا شويه اكسسوارات وبويات وتدلي تلي. يا ربي هم عجبتني، ماكو غيرها؟ شو ماكو؟ الا اكو غيرها. هالشقه راعيها طالب فيها 30,000، وانت علشانك بنحاول نخليها ب 20,000 علشانك بس تستاهلين عيونك. اقول لك ايه؟ ما عجبتني، ماكو غيرها؟ الا اكو غيرها. تفضل. كلش بشعة هاي الشقة، ما عجبتني أبداً. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا بنت الحلال هذه رابع شقة وانت تشوفينها ولا عجبت شيء. اسمح لي أفهمك شنو أريد بالضبط، خلينا نروح للمكتب ونقعد هناك نتفاهم. قبل ما نروح للمكتب أنا عندي مطعم مفضلاً عندي بالحيل، نروح نفطر فيه وبعدين نروح للمكتب. تشتين مقلقل يا قلبي؟ No, thank you. هذي في قلقلات ضروسك. هذي هذي كولي يا عمري، ايش بيك انتي؟ كولي يا وجه. ما اريد، ما اشتهي، من جوعانة. يمكن انها تبي شكشوكة عدني. يا معلم. لا 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 ما اريد، ما اشتهي ما اشتهي. وليش بالطايقة؟ يعني بصراحة كلش هواية متلبكة، ما دا اعرف حتى احكي. ايش اللي لبكت؟ الرياض كلها هنانة. فاتو فاتو يا صراحة أنا حابة أفتح مشروع، بس لازم وياي شريك سعودي، وللأسف لهسه لا لقيت الشريك السعودي ولا شقة. وش بيت انتي؟ موضوع تعتبريه انتي عندي أنا. خلاص يا معلم هات اثنين حليب بشاهي سكر زيادة، هذا لا تجيب له. والله هو مستحيل هو. شوف يا عمي هو عامر. عامر عامر ها وش عندك؟ تعال الحق ابوك واصل ترند. اما عاد هذا اللي ناقص ابوي يطلع ترند. ابوك خاطب واحدة اسمها آية سنابية مشهورة ومتصور معها. ابوك طلع زاحف. اوف 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 حسبي الله ونعم الوكيل، بعد كل هالسنين بيتزوج علي. يا ربي ما ادري وش اقول لك صراحه. بس انتي السبب، انتي السبب. انا كم مره قلت لك اخوي مزيون ويخقون عليه البنات. ها شوفه يبي خطفته منت. وهي بعد مزيونه ما شاء الله عليها، انا تابعها بالسناب. وش ذا اللبس؟ وش ذا الجسم؟ وش ذا الشعر؟ تهبل. خلت هزين انت
فين عاد؟ ابي اصور معي، ابي اقهر البنات. خلاص يا ماما، انت ايش فيك تركزشتينا يا ويلي؟ هذه مو مصدقه انه ايه وافقت على ابوك. ايوه وش في ابوي؟ تحمد ربها ايه ان اخذتها. بعدين على كلمه كذي، اذا جت ايه بتسلم معها شخصيه وتقهوين انت وياها وتصورين معها وتنشر لك بعد. صدق تنشر لي؟ ايه انت بس، غيرك لا. ايه يبه، ما لقيت بالدنيا ذي كلها الا ايه. وانت وش دخلك؟ شلونش دخلني يبه؟ انت ابوي وتهمني مصلحتك، بعدين العالم كله قاعد طقطق علينا، انت طالع ترند في تويتر. ايش طالع؟ يا يبه اسمعني، انت ترند بتويتر، الناس كلها طقطق علينا. تكفى يبه، تكفى، فكر في الموضوع. انا فكرت وقررت. كفو، وش قررت؟ اني اخذ غرفك انا وحبيبتي ايه. غرفتي انا؟ اي نعم. وانا وين انام؟ تنام بالشارع، تنام فوق الخزان، تطلع من البيت، كلها واحد. ها حزنت؟ اي يا ابن الحلال، اقولك الموضوع ساير ترند في كل مكان، يسولفون عنه. ابو عامر متزوج السنابية المشهورة آية. معقول يا اخوان؟ دحين ابو عامر الكبير في السن المنتهي ده متزوج الصاروخ النجفة دي؟ ما انت مصدق؟ افتح سنابها شو، افتح تعال اوريك. شوف حتى هي مصورتها بسنابها. شوف يا لطيف يا لطيف، اجعله خفيف. طب هذه ما عندها اخت اتزوجها؟ خطير انت يا عزوز، تبغى تصير عم عامر عشان يحترمك. انت ما فكرت؟ شوف سواها اللي ما يستحل. تستاهلين يا ما حذرتك، ما تسمعي الكلام يا حبيبتي. انا مالي قاعده بهالبيت. وين بتروحين يا حظي؟ ناسي انك انت اصلا مقطوعه مشجره وما لك احد، بتروحين شقه السلف في الشانزليزيه ولا اللي في كان؟ الله، كنا في القريه العالميه يا اخوين. هذاك اللي سبب الايس كريم تعرفينه؟ يا اخي يمكن ما ياسين العروس زينه. زين ان اخوي تزوج واحدة حلوة، نحسن الانتاج. تصوير وشكلك مخرب الحفلة. أنا شكلي مخرب الحفلة؟ إيه مخرب أم الحفلة. أجل تعال معي. واحد يروح بيت اهله، وانت حط الثوب البني في الملحق. يلا مشينا. جو مبروك. الله يبارك فيك. تفضل يلا حيس ابو عامر. هدوا عليك ابو عامر، شو تريدين انت؟ من هذول؟ عرفني عليهم. تركيش منهم، تعالي حبيبتي. انا عرفت، هذه امي. اقول لك كذب، قله ادب. يلا
حلوة ها خالتي آية، تخلخلت عظامك، تهبل 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 يما مباق رجلي، دادا مباق رجلي. هارد لك يما. هذا الحلو قاتلني عمه، بتوجد أحبه ورد كلمه، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، روحي كلها يما يا عمة يا عمة. اروح فدوى لهالصوت. خير شبي؟ لا بس معك خدمة الغرف اذا تحتاج خدمة ولاش. شف طلب جاي من مطعم الاسماك، استلمها منه وهاته. طيب والفلوس؟ ايه الفلوس. ما شاء الله صوته حلو. مو بشغلك، خذ هذه 500 حاسبه ورجع الباقي. ابشر ابشر. اتحداك الاحمر البطل. اقول لك انزل. للحين تهجسين يا حظي، قومي سلمي عليها مثل ما تسلمنا عليها علشان تعرفت. ماني بمسلمه عليها ولا ابي اشوفها حتى. يا بنت الحلال تعوذي من ابليس وروحي سلمي عليها. اه هاتي هاتي هاتي، تجي تسلمين عليها شدي على يدينها. ابيك توجهين لها رساله، رساله حقد وكراهيه، وان تناويتها على نيه قشره، ابيها تبلع العافيه، فهمتي؟ ماني بمسلمه عليها خلاص. اوف غبيه، طول عمرك غبيه، من خبات اخوي وانتي غبيه ما تفهمين. خلت خلص مثل ما انتي، لين يعرس على الثالثة والرابعة ويطلق سنتي. هلا متابعي نوف، شلونكم؟ أخباركم؟ نوف حبيبتي وصديقتي وأموت عليها. أنا هذه خالتي. شنو هو خالتي؟ خالتي يعني زوجة أبوي. وخالتها هم. ددي ربد ددي ربد دربد. توكلي. جاك قاتل المتعة. قاتل المتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا خلايا؟ زينة، أنت شلونك؟ أنا زين الحمد لله. شكو ماكو؟ لا والله ما سويت شيء، لكن اسمي أنا جاي بنصحص نصيحة لوجه الله. شنو هي؟ أبوي أنت تزوجتيه وبتتوهقين فيه، أنا أقول السياحة على بلاطة، أبوي طفران. طفران؟ إيه طفران، يعني ما عنده فلوس. أنا أنصحص أفقعي. أفقعي شنو؟ أنا أبوك أحب أموت عليه. يا بنت الحلال الحب ما يوكل عيش. نصيحة، ازبني. ازبني شنو؟ ايش تقصد؟ الحين هذه شلون افهمها؟ انت يبي لك قاموس، قاموس جوجل مترجم. ولك انهزمي، ابويا ما عنده ولا فلس. ابوك عنده 10 مليون ريال. كذابة. شنو كذابة؟ انا قايل لها عطني 2000 ريال جنوط الهلي ورفض. انا ادبر لك اياها انت تدلع. أكيد أكيد. يعني الحين أنا هزم ولا أجلس؟ لا أقعد. بيبي يا هلا يا هلا بالحلو، يا هلا بالجمال كله، يا هلا حبيبتي. ما اشتاقيت لي؟ ما اشتاقيت لك؟ شو ما اشتاقيت؟ أنا جاي عشانك. أريد أطلب منك طلب. طلبين تطلبين روحي. أريد منك 2000 ريال. أنت تقولين 2000؟ قولي انطيني انطيني. انطيش هذه ثلاثة ولا اني سألت وش تبي فيه. قولي. مرسي. تفضل. والله الناس قوية. ايش قلت لك؟ أبونا انهبل وهاللي ما تستحي مجلسته في الشمس. يا بنت الحلال، البنت برستيج وجالسة تسوي مع أخوي رياضة اليوغا، وش عرفت أنت باليوغا؟ خلت بس مع ذا الكبسات وضرب الخمس يا الدبة. أنا الدبة. هلا والله بالرياضة البطلة. you
صح صح يبا. وين؟ يبا جالس بالمشراق انت مع عمي ابو صالح. لا تفشلنا مع آية يبا. صح 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 لا تفشلنا معايا. مد يدينك. نظام مدارس نظام مدارس ايه كذا ممتاز. اللي نبيه يا جار انك تستر برتك. ترى الستر زين وهو صادق. ترى ما جيناك الا محبه وغلا وما يرضينا الناس تتكلم فيك يا ابو عامر. الا انا راضي وانا احرم في بيتي ولا انا اسوي فيه انا احرم فيه. احنا جايينك ناصحين وانت بكيفك. الحجر من الارض والدم من راسك. لا تفكر في نفسك بس، فكر في عيالك وفي كلام الناس. جزاكم الله خير ونصيحتكم وصلت. من اول ابى زهويكم والحين هونت. من الله مشينا. وش هالحدس يا جار انت الهديك؟ كلهم ظهروا زعلانين. والله على هواهم. اللي يزعل يزعل على كيفه. بمان الله. الله يرضى عليك. مو بهذه من عاداتنا ولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا عيني. بيبي جهزت لك الحمام، ما تقوم تاخذ شاور ترتاح شوي. اي مو على عيني. اقول يا جار ما عندها اخت للزواج؟ ما عندها، ولو عندها ما راح انطيك اياها. خير، ايش عندك انت وياه؟ يعني يا عامر لا تفهمنا غلط، ترى كلنا من فازات خالتك ونبي نصور معها. يا ابوي كل الناس صورت معها، يا جات علينا احنا؟ هات لك سيلفي هاد بلا عقد. اقول اقطع واخس انت وياه. تبي تضف وجهك الحين ولا اقطعها معكم؟ يا معقد. يا عامر عامر جاء اللي يعرف لكم. ها ازبن انت وياه. هلا هلا عيني. هلا يا مرحبا. هلا بيج حياك الله. ها شنو حبيبي بعدك ما جهزت؟ خير وش فيه؟ عندي اعلان محل عبايات مصممه فرنسيه. عبايات مصممه فرنسيه؟ والله خوش. تعال يا سلام اعلن الاعلان عندي. انا عندي ارض لصاحبي ابو مسفر منحه بعرير، نبي نروح انا وياك وتشوفونها ونعلن عنها. وهاي هي قطعة الأرض مساحتها 450 على شارع 20. على شارع 20 شمالي. وين الشارع بالموضوع؟ أكو واحد يسكن هنا أصلاً؟ على شارعين وعشرين ومو الظهرة. شوف طبيعتها. لا وبعد شهرين بتزفرت المنطقة وبيجيك كهرباء وبيجيك الأسواق وبيجيك الخدمات. والله الأرض تقبقب. أريد تضبطين أبو مسفر بالإعلان، ترى صديق العمر. حبيبي مش قد هذا راح ينطينا صديقك ابو مسفر على الاعلان؟ ولا فلس واحد. انت مخبرتي؟ هذا صديق العمر. يلا خلصينا عندنا اعلان لابو مبارك. 55000 55000 من يزود؟ من يريد يزود بعد؟ 70 70000 70000 السياره كلش نظيفه ما بيها ولا شخطه ولا حتى طالها جاكوت. ما طقها وشو؟ جاكوت. 90000 ريال. 90000 90000 يا جماعة. يقول لك 90000. من يريد يزود بعد؟ من يزود؟ 100000 ريال لعيونك يا آية. 100000 ريال 100000 ريال. من يزود؟ من يزود بعد؟ مبروك عليك السيارة عيني. 100000 ريال مو معقولة. أمس جايبة حرج عليها ما جابت لي 7500. أنا ما أدري كيف كافئك يا خويي. لا تشكر ولا شيء. إذا بغيت تعلن عن شيء اتصل فيني واجيب حالك واعلن لك عنه. كفو يا ابو عامر والله يخلينا. هاي وين وين وين؟ انا مسافره دبي. شلون؟ وانا اخر من يعلم سافر دبي ما في. وبعدين نسيت ان وعدين ابو مشعل بنسوي له اعلان لعمارته من نظيم. انا من تزوجتك لا فتحت شركتي ولا خليتني أكمل إعلاناتي ولا حتى تخليني أخذ فلوس من أصدقائك وخسرتني فلوسي وكل جمهوري بالسناب. أنا ما أريدك بعد أرد أطلق. يلا نسيت إني أنا فتح لامج. لا بالله من كل عقلك يا شايب. وش بيك أنتي؟ ليش يا ما تجرحيني؟ وأقول لك كرشته قدامي وخذت قشها وطلعت. وهو إيش قال؟ إيش بيك أنتي تجرحين قلبي يا بي؟ المهم
أبي تسلحين أول ما يجيت تطلبين رضاوة وتقولين رضاوتي 100,000 علشان يعرف قدرت، سمعتي ولا لا؟ مو بس 100,000 إلا بطلب طقم ذهب وألماس بعد. كفو أم عامر، هذا هو زوجه، خلص قوية. ما عامر ردي عليه. نعم. أنت هنا وأنا أدوز بكل البيت. خير، وش تبي؟ يخلص. أنا وش أبي؟ أبيك كلش أبعد عمري. لا تحاول تراضيني، أنا ما يرضيني إلا تقبلين مني هالوردة. يا زيد زينة، مالت عليت، جاب راسه بوردة، ما أقول غير كش بس.